وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم في آخر أبواب الهمز، وهو باب نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله لسيدنا ورش رضي الله عنه. ذكرنا في بداية باب الهمز وأنواعه الهمزتين من كلمة والهمزتين من كلمتين حال الاتفاق وحال الاختلاف، وذكرنا أيضا باب الهمز المفرد ومذهب ورش في كل هذا مع التطبيق من خلال الآيات. معنا في هذه الحصة بإذن الله تعالى باب نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله، هكذا يسمى الباب، نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله، وهذا يختص بسيدنا ورش رضي الله عنه. هذا النقل خاص برواية ورش، وقد يشاركه حمزة، الإمام حمزة ابن حبيب الزيات، عند الوقف، يعني لحمزة عند الوقف النقل أحد أوجهه، النقل كما يفعل ورش بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله. المقصود بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله أي أن ورشا ينقل حركة همز القطع. نحن نتكلم عن همزة القطع وليست همزة الوصل. همزة القطع التي نحققها في الكلام، همزة القطع تحقق أي تسمعها محققة هكذا، على غير همزة الوصل التي تسقط في الوصل. فورش ينقل حركة الهمز أي همز القطع إلى الساكن قبل الهمز بشروط ثلاثة. ينقل هذه الحركة سواء كانت فتحة أو كانت ضمة أو كانت كسرة، ينقلها إلى الساكن ويحذف الهمز، يفعل ذلك كله بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون هذا الساكن منفصل عن الهمز، أن يكون في آخر الكلمة الأولى والهمز أي همز القطع في أول الهمزة الثانية. هذا الشرط الأول، أن يكون هذا الساكن آخر الكلمة. والشرط الثاني أن يكون هذا الساكن صحيحا، أي ليس حرف مد، ليس معتلا. الشرط إذن هي شروط ثلاثة، أن يكون ساكن، أن يكون آخر، أن يكون صحيح. الخلاصة شروط ثلاثة لنقل حركة الهمز إلى الساكن، ثلاث شروط: ساكن، صحيح، آخر. قل معي مرة أخرى ما هي الشروط لنقل حركة الهمز عند ورش. ثلاثة شروط: أن يكون قبل الهمز ساكن، وأن يكون صحيحا، وأن يكون آخرا أي ليس وسطا. ومحترزات هذا الشروط سنذكرها في آخر الحصة حتى يتبين ما خرج بعيدا عن هذه الشروط. إذن ينقل ورش حركة الهمز إلى الساكن قبله، أيا كانت هذه الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة، بعد أن يحذف الهمز ينقلها إلى الساكن قبله بشروط ثلاثة: أن يكون قبل الهمز ساكنا، أن يكون صحيحا، أن يكون آخرا أي منفصلا عن الهمز. فيصير الهمز مفتوحا إن كانت، فيصير الحرف الساكن قبل الهمز مفتوحا إن كان الهمز مفتوح، كما في المثال: كفؤا ناحد، كفؤا ناحد، الساكن كفؤا تنوين، ك
كفؤا أحد، فيصير هذا الساكن التنوين الساكن النون الساكنة تفتح لأن حركة الهمز مفتوحة فتصير كفؤا أحد، وتصير مضمومة، هذا الساكن يكون مضموما، يصير مضموما إن كانت حركة الهمز ضم، كما في المثال لأي يوم نجلت، لأي يوم نجلت، يوم تنوين ساكن أو أجلت الهمز مضموم، نحذف الهمز ونحرك الساكن بحركة الهمز وهي الضمة فتصير لأي يوم نجلت، لأي يوم نو، يوم نو، يوم نجلت، ويصير الساكن مكسورا إن كانت حركة الهمز مكسورة، كما في المثال من استبرق، أصلها من إي، من استبرق، فتصير عند النطق عند النقل من استبرق. ونلاحظ في كل هذه الأمثلة أن تحققت فيها الشروط، الساكن موجود، الحرف قبل الهمز ساكن وصحيح أي ليس معتلا، ووقع آخرا أي منفصلا عن الهمز. وهذا الساكن له أمثلة، يعني الساكن الذي يأتي قبل الهمز قد يكون تنوينا، قد يكون تاء تأنيث، قد يكون نون ساكنة، قد يكون لام تعريف أو أي حرف آخر، كما ستظهر أمامك على اللوحة. نضع أمامك بعض الأمثلة توضح الساكن المختلف الذي يأتي قبل همزة القطع. مثال التنوين كما لفظنا في الأمثلة، والتنوين ما هو إلا نون ساكنة، إذن يدخل معنا في هذا النقل، يعني ينطبق عليه أنه ساكن وقع قبل همزة القطع، كما في الأمثلة كفؤا أحد، وفي المثال الآخر نار حامية نلهاكم، حامية نلهاكم، أصلها حامية حامية ألهاكم، فورش عند الوصل ينقل حامية حامية نلهاكم التكاثر، إذا أراد وصل الصورة بالصورة فينطبق عليه هنا النقل، وهذا الموضع يخطئ فيه الكثير، يعتبرونها همزة وصل فيقولون حامية نلهاكم، حامية نلهاكم، يقولون حامية ألهاكم، لا، لابد من النقل حامية نلهاكم. ومثال آخر للساكن للتنوين ومتاعٍ إلى حين، ومتاعٍ إلى حين، هذا بالنسبة للساكن حينما يكون تنوينا، وقد يكون الساكن نون ساكنة كما في الأمثلة التي ستظهر أمامك، مناما، من آمن، أصلها من آمن، فتصير عند النطق عند النقل مناما، إلا منامنا، فتحنا النون الساكنة أي حركناها بحركة الهمز وهي الفتحة بعد حذف الهمز، وانطبقت عليها الشروط الثلاثة، أن يكون قبل الهمز ساكن، وأن يكون صحيحا، وأن يكون آخرا. مثال آخر منوتية، منوتية، منو، تلاحظ أننا فتحنا النون الساكنة في المثال الأول منا لأن حركة الهمز مفتوحة مناما، وضممنا الساكن النون الساكنة في المثال الثاني لأن حركة الهمز الضمة منوتية، وفي المثال الثالث من استبرق كسرنا النون الساكنة لأنها تحركت بحركة الهمز بعد النقل، نقلنا الكسرة التي هي حركة الهمز إلى الساكن قبلها وحركناه بحركة الهمز بعد حذف الهمز فتصير من استبرق، من استبرق. وقد يكون الساكن قبل
الهمز تاء تأنيث كما في الأمثلة: قالت أولاهم. ضممنا التاء الساكنة، أصلها قالت أولاهم، قالت أو. عند النقل تتحرك التاء الساكنة بالضم، لأن حركة الهمز الضم، فتصير قالت أولاهم. أو مكسورة: فإن بغت إحداهما وإذ قالت أمة. جاء مثال آخر للهمز المضموم وقبله تاء الساكنة: وإذ قالت أمة قالت أو. أصلها قالت أو، قالت أمة، فتصير بعد النقل قالت أمة لم تعظون قوم. وقد يكون الساكن حرف لين، حرف اللين يعني لا يدخل في محترزات التعريف، نحن استثنينا فقط حرف المد، حروف العلة لا يتم عليها النقل كما سنرى في محترزات التعريف. مثال لحرف اللين قبل الهمز: نبأ ابن آدم، واتل عليهم نبأ ابن آدم. أصلها ابني آدم، ابني آدم. هنا الياء حرف لين لأنها ساكنة مفتوح ما قبلها، فعند النقل تصير واتل عليهم نبأ ابن آدم. ولنا مد البدل، الذي يقرأ بالكسر يقرأ بالكسر، والذي يقرأ بالتوسط له التوسط، ما دام في الكلمة التي بعدها هناك البدل. ومن كان يقرأ بالطول فليقرأ بالطول، نحن نقرأ بالتوسط مثلا، نقول واتل عليهم نبأ ابن آدم، وهكذا. مثال آخر لحرف اللين قبل الهمز: قل تعالى واتل عليكم، قل تعالى واتل عليكم، قل تعالى واتل. أصلها تعالوا أتلوا، تعالوا، واو ساكنة مفتوح ما قبلها، إذن هي حرف لين وبعدها الهمز مفتوح، فنحرك الواو الساكنة اللينة بحركة الهمز وهي الفتح بعد أن نحذف الهمز، نقول قل تعالى واتل عليكم، قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم. مثال آخر: ذواتي أكل. الياء ساكنة مفتوح ما قبلها وجاء بعدها الهمز مضموم، فنحرك الياء اللينة الساكنة بحركة الهمز وهي الضمة، فتصير ذوات يكل. ولام التعريف كما في المثال: ألولى، الآخرة، الإيمان، الإنسان، وهكذا. لأن لام التعريف هي في الأصل منفصلة عما بعدها، ولكن لكثرة دورانها وشدة التصاقها رسمت متصل، لكن حكمها الانفصال. الآخرة، الإيمان، الأولى، فتصير عند النقل الآخرة، الإيمان، الأولى. إذن ذكرنا الشروط التي ينقل بها إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة، وهي أن يكون قبل همز القطع ساكنا، وأن يكون هذا الساكن صحيحا، وأن يكون آخرا أي منفصل. تلخصها في هذه العبارة: متى ينقل ورش حركة الهمز؟ نقول بشروط ثلاثة: ساكن صحيح آخر، أن يسبق الهمز ساكن صحيح آخر. تذكر هذه العبارة، ثلاث كلمات فقط تلخص لك الدرس
كله. متى ينقل ورش حركة الهمز؟ نقول أن يكون قبل الهمز ساكن صحيح آخر. ساكن أي المتحرك لا يدخل، صحيح أي حروف المد لا تدخل المعتلة، آخر أي أن إذا كان الهمز وسطا لا يدخل. وسنذكر هذه المحترزات بالتفصيل بإذن الله تعالى. وذكرنا أيضا في هذه الحصة أنواع الساكن الذي قد يأتي قبل الهمز، قد يكون تنوينا وقد يكون نون ساكنة وقد يكون تاء تأنيث وقد يكون أي حرف آخر مثل قد أفلح المؤمنون وهكذا، أو قد يكون لام تعريف ولها حكم الانفصال في الحصة القادمة بإذن الله تعالى مع بعض الفوائد الخاصة بباب النقل أيضا. حتى ذلك الحين صل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين، والحمد لله رب العالمين.